بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2008 ل 2022 زي ما شفتوا قدام حضراتكم كده، تمام. بنيجي نبص مثلا الربع جنيه اللي هو، عشان ما حدش يقول ايه مثلا بيتباع دلوقتي وما بيتباعش دلوقتي، لو الربع جنيه ده يكاد يكون اتلغى خلاص، انتهى، تمام، ما عادش فيه بيروح وبيجي والكلام من ده. فاصبح اللي معاه واحد، ما تقوليش بقى تعين بقى منه 20 30 واحد وتقول ايه، ما حدش هيشتري منك 20 30 واحد ابدا. احنا قلنا يا جماعه اللي معاه عمله يحاول يعمل منها 2 3، كفايه قوي قوي. ليه يحتاجه فيما بعد؟ حتى مش مشكله ما يكون معاك من كل حاجه 2 3، ما انت معاك كتير. مش من كل حاجه بقى 50 60، ما ينفعش وتقول ليه انا عايز ابيعهم، انا معايا 50 قطعه. 50 قطعه دي تعمل بهم ايه؟ دول تروح تبيعهم بالكيلو بس، ده اللي انا اقدر اقوله. في عندك ال 2008، 2008 دي ممكن تعمل لها من 5 جنيه مثلا ل 7 8 جنيه، ما فيش غير كده يا جماعه. ال 2010 نفس الشيء، ممكن مثلا اذا عملت تعمل مثلا برضه 5 جنيه، ال 2011 نفس الشيء ممكن تعمل 5 6 جنيه، ال 2012 ممكن تعمل لها 10 جنيه يعني شحة شوية، 2018 نفس الشيء تعمل لها 10 جنيه، عندك ال 2019 ممكن تعمل نفس الشيء 10 جنيه، عندك ال 2022 دي ممكن تعمل حوالي 15 جنيه وممكن توصل اكتر من كده كمان، معرفش ليه السبب بس هي فعلا كده، لان مش موجود منها كتير. وال 2011 ممكن تكون شوية اهي، بس برضه ما بتعملش اكتر من 5 جنيه عشان نبقى واضحين، وال 2012 نفس الشيء ما بتعملش اكتر من كده بكتير، تمام. دي بالنسبه للعملات الربع جنيه اللي هي متواجده في السوق معاكم ومع الكل. تبيع فين بقى؟ نيجي لموضوع البيع يا جماعه. موضوع البيع ده ممكن تبيع في الاسواق موجوده كتير. عندك في جروب فيكتوريا، جروب فيكتوريا ده تشترك فيه بالجيميل بتاعك وتدخل وبتعرض فيه مزادات وحاجات كتيره جميله جدا، بس تدخل ما تحاول ما تعرضش العمله مره واتنين في جروب، تعرضهم في الجروب بتاع فيكتوريا فقط لا غير، وش وظهر حلو وتكتب الوصف بتاعك كويس، وانت هتلاقي ناس تشتري منك. في عندك ممكن على مواقع زي امازون السوق المفتوح، امازون السوق المفتوح، اوليكس، في اعرض عليهم برضو نفس الشيء، دول في متناول الجميع وفي متناول البلد، ولا في شحن ولا في غيره، وكلام سهل جدا، وبيع العملة داخليا وخلاص. وفي ناس باعت كتير من المواضيع دي.